اليمنية اليوم الحوثي بثلاثة أو أربعة صواريخ انفجرت في الهواء، يريد أن يقول أنه هو المتحدث باسم القضية الفلسطينية وغيره عملاء للصهاينة، ما تعليقه؟ بالنسبة لقضية فلسطين هي قضية مركزية بالنسبة لنا، لو حصل لنا ما حصل لن نتخلى عن إخواننا في فلسطين، ورحم الله الشهيد إسماعيل هنية ومن قبله من الشهداء، هو دماؤهم دماؤنا، أعراضهم أعراضنا، نحن مصيرنا واحد، نحن إخوة، نحن كل جسد الواحد، لا يمكن أن نتخلى عنهم، حتى وإن كنا في حالة حرب، حتى وإن كنا في مخيمات النزوح، لا بد أن نكون معهم. هذه القضية لا يمكن أبدا التنازل عنها، وهي أيضا القضية المركزية للأمة الإسلامية كلها، المسجد الأقصى وأرض الشام، أرض المباركة، الأرض الذي سرى فيها الكثير من الأنبياء على أرضها، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء، فهي قضية دينية وهي في نفس الوقت أيضا قضية عربية إسلامية، قضية يجب أن نكون جميعا معهم. أما بالنسبة للحوثي فهو نائب جمعية الأقصى، لم يعطي، يعني نحن نريد أن نقول له ما هي مساهماتك الآن؟ يعني كم تكفل من أسر في فلسطين؟ كم معك أنت من هؤلاء الطلاب أنت تكفلهم في الجامعات من الفلسطينيين؟ كم عالجت من الجرحى من هؤلاء الفلسطينيين؟ أنت قل لنا، يعني كم أنا أعطيتهم سلاحا؟ أعطيت الفلسطينيين سلاحا؟ أنت قل لي أعطيتهم سلاحا؟ يعني كيف يقول محمد البخيتي هذا الذي يقول محافظ دمار، يقول إن الله أمرهم أن ينزلوا مأرب لتحرير القدس، هل هذا معقول؟ هل هناك بقي عقل يعني عند الناس؟ يعني يقتل اليمنيين ويقتل، بل يقتلهم ويقول الموت إسرائيل، هذا جنون يعني. لا يعني بالنسبة لنا قضية فلسطين هذه لا نقاش حولها، لا تخلي عنها مهما كان الأمر، مهما اشتدت الأزمة، مهما كان الضيق عندنا، لكنها ستظل جرح عميق في قلوبنا، سنظل ندعم هذه القضية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى.